في بداية فقرتنا أرحب بضيفتي الكريمة الدكتورة سعاد صالح الأستاذ مقارن بجامعة الأزهر. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. نورتينا وشرفتينا. وانتي منورة كل الدنيا والله. يا رب يخليك يا دكتورة. حضرتك، هل بيعتبر قرار المستشار أحمد الزند رقم 9200 لسنة 2015 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية بيعتبر تشجيع على الاستهانة بالمرأة المصرية ولا الحفاظ على حقوقها؟ لا طبعا هو بيعتبر تشجيع، وإحنا كان المفروض نصدر قانون يمنع هذه التجارة، لأنها بسميها تجارة. طب. التجار بالبشر. أيوة. التجار ببناتنا الغلابة الفقراء. أيوة. بدل ما إحنا نهيئ لهم عمل مناسب لهيئ لأبوها، نهيئ لها حتى كانت الأول البنت بتنزل الغيط وبتجمع القطن والكلام من ده. تمام. دلوقتي بقى في وسائل حديثة وبتاع، فأصبح البنات قاعدين، وفضلا على أن الأباء فقراء. أي. فكانوا بيبيعوا وما زالوا في كرداسة وفي مناطق معروفة وتحت بصر وعين الدولة، لدرجة أن في واحدة اسمها السمسارة هناك معروفة جدا بتنقي كم بنت وتعري أجزاء من جسمهم، ويدخل بقى الباشا العربي الغني اللي عايز بقى يتجوز من ربعة، زوجة ربعة، جواز متعة وليس جواز مستقر وليس جواز شرعي. هو شرعي لأنه عند الشهر العقاري. لكن ما فيهوش استقرار، مجرد ما بياخدها عنده واخد بال حضرتك وبيستمتع بيها فترة ويزهق. وبعدين يقعدوا بقى زوجاته التانيين بقى يزهقوها وتنزل وهي حامل، أو تنزل ومعها عيل وحامل تاني، وهكذا. الأب الفقير بيفرح، يعني إزاي إن مصر الوحيدة اللي بتسمح بهذا الاتجار. حضرتك فاكرة الدكتورة أو الأستاذة عيشة عبد الهادي لما كانت وزيرة القوة عاملة. أيوة. وأصدرت قرار بمنع ذهاب المصريات للخدمة في الدول العربية. أيوة طبعا. لأنه كانوا بيسافروا خدمات. أيوة. وده بقى حضرتك بيسافروا مزاجهم، بس هيسافروا هناك طبعا هياخدوا مرتب كبير وكده. فهي الحقيقة قالت دي إهانة. إهانة لكل المصريين. ما بالنا بقى بالصغار القاصرات الصغيرات اللي ما عندهمش أهلية لقول نعم أو لا، إجبار، ده زواج. أيوة. إجبار. أيوة فندم. فأنا كنت أتمنى إن هو يمنعه خالص، مش يشجعه كده، ده تشجيع. وده رفعه من 40 لـ50. تشجيع. ما بيغري الأب. وعارف إن اللي هيجي ده مش هيهمه 50 ولا 60 ولا 70، هو كده بيقول للأب ما يعني، شوف أنا بزود لك أهو، ابني بقى بيت زي ما انت عايز تبني، اشتري كم فدان، اشتري بتاع. يعني كمان الشهادة دي ما بتفضلش البنت هي اللي بتاخدها، لا ممكن ابوها يصرف. ابوها بالرغم بقى. طب ازاي لو اعتبرناها مهر؟ لو اعتبرناها، ربنا بيقول ايه في شأن المهر؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. آتوا النساء، ما قالش آتوا اولياء النساء. أيوة. يعني المفروض ان المهر ده ملك للمرأة، ملك. والمرأة اذا اعطت جوزها او ابوها جزء من المهر بخاطرها، بطيب خاطر منها. أيوة. وليس بالاجبار وليس بالاكراه. طيب هي حالة الفقر هي السبب في صدور القرار زي ده؟ قصدنا مش قرار جديد، يعني هو صدر من سنة 1976. وساعد صدوره كان بيحتم على الاجنبي دفع 40، والمستشار احمد الزند زوده من 40 لـ50. ايوه طبعا. انت حضرتك قلتي ان الفقر هو السبب. أيوة. في الموضوع ده. طب شهاده بقيمه 50,000 جنيه يعني كافيه لحفظ حقوق وكرامه البنت المصريه اطلاقا؟ ده يكفي الحق النفسي، الكرامه الانسانيه، يكفي. دي لا تقدر باموال طبعا. إن ربنا سبحانه وتعالى كرمها، ولقد كرمنا بني آدم، وبني آدم هم نساء ورجال، ونيجي إحنا نتلاعب في هذا التكريم
وبعدين ده بيع عبارة عن عودة الرق، ما يحدث هو عودة نظام الرق وملك اليمين اللي احنا دلوقتي بنتضايق لمجرد انه مذكور في القرآن. ايوه. فيبقى احنا بقى بايدينا، اولا الفقر ده لابد ان الدولة تعالجه، يعني لابد، ما هو كلكم راع والراعي مسؤول عن رعيته. وحضرتك قلتي في الاول انه يشغلوا ابوها او يشغلوها هي، فهي ده مش هيخليها تلجا للطريقه دي او الاب يعني. احنا بلاد معينه، انا ده اللي عايزه اسال، ليه بلاد معينه معروفه عشان فيها يجي سمسرة. عليها العربي عشان بناتها حلوه، الزقازيق، كرداسه بلد سياحه، وده بال حضرتك، وما اعرفش بلدين ايه تاني، والسماسره متوفرين في جدا في البلاد دي. طبعا بتاخد لها جزء ونصيب طبعا، اكيد.